السلام عليكم ورحمة الله. ينتشر في المجتمع الإسلامي بكل أطيافه وألوانه اليمين أو القسم، بحاجة أو بدون حاجة، بحق أو بغير حق. فهل نحن مؤاخذون على كل يمين؟ أم أن هناك أيمان لا نؤاخذ عليها وأيمان أخرى نؤاخذ عليها؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصد ولا روية، كمن يقول في بيته: والله لا تتفضل، والله لا تشرب، والله لا تأكل، والله لا تجلس. أو كمن يرى شخصا من بعيد فيغلب عليه الظن أنه عمرو مثلا ويقول: والله هذا عمرو، فلما يقترب يتبين أنه زيد وليس عمرو. أو كمن يقول لولده المشاغب: والله لأكسر رجليك، والله لعلقك من ودانك. وكل هذا من اللغو في الأيمان، ولا يؤخذ به ولا نحاسب عليه فضلا من الله وتكرماه، ولكن يؤاخذكم ويعاقبكم بما قصدته قلوبكم. كما يقول البائع والتاجر: والله مكسبي فيها 5 ريال، وهو غير صادق بل كاذب في قسمه. وكل من يقسم على شيء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل وهو يعلم أنه كاذب فهو مؤاخذ على يمينه. ويجب على كل من عقد الأيمان كذبا التوبة النصوح والعزم على عدم العودة مرة أخرى إلى ذاك الذنب وكفارة اليمين. وما هي كفارة اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهناك من يقف في ساحة القضاء أمام القاضي ويقسم كذبا ليسلب حق من حقوق الناس، وهذا ما يعرف باليمين الغموس. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. ومن أراد التوبة من اليمين الغموس وجب عليه التوبة الصادقة والعزم على عدم العودة مرة أخرى إلى اليمين الغموس ورد الحقوق إلى أصحابها، بالإضافة إلى كفارة اليمين السابقة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما حلفت بالله صادقا أو كاذبا. والله غفور حليم. والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. جزاكم الله خيرا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم.